حمص باب سباع الألعاب 1/5/2012. ما زالت الحواجز والقناصات منتشرة حول آلية حمص. شوفوا يا عرب، شو يمكن آلية باب سباع آلية حمص الأثرية شو صار فيها؟ أصبح سكنة عسكرية. شوفوا الحواجز منتشرة والبع عساكر وشبيحة، ما عاد خلي حلي يرجع المنازل على حيه. هذا هو حي باب سباع، محتل تماما من قبل عصابات بشار الأسد. الشبيحة داخل المنازل، الشبيحة تسكن المنازل ما زالت موجودة. هاي أحد شوارع باب سباع، هاي هون المشفى باب سباع، يوم 1/5/2012. شوفوا بعيونكم يا عرب شو صار بالحي، ما في حدي، العالم كله هرباني، الشبيحة داخل البيوت ما تخلي حد يرجع. حسبي الله ونعم الوكيل. ها هي حمص، أهالي كلها نزحت. تأملوا يرعاكم الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ها تلاقيك بيسرقوا المحلات التجارية شبيحة. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا عرب ما ضل حدي، هاي الحمص أغلبها نزحت. حسبي الله ونعم الوكيل. وين المراقبين؟ رجع الأهالي، طالعوا الجيش، جيش الأسد من البيوت. هاي أحد مشافه بحمص بحي باب سباع. حسبي الله ونعم الوكيل.